اول حاجه كنبغي نعتذر، ماشي من عاده ديالي كندير بحال هذيك الرياكسيون، بحكم بان اللاعب ديال الحسين اش اكادير هو اللي بروفوكاني، وكيف ما شتي قبل ما تكون هذيك النرفازه يعني راه كنت غنتعرض للكسر في الركبه ديالي ثلاثه الخطرات، هو كيضربني من رجلي. داكشي علاش درت انا بدون شعور، قلت ليه حشوم عليك اخويا بحال هكا، جا صاحبو حتى هو بدا كيدافع عليه وانا ما شعرتش بحكم بانك غادي نتعرض للكسر. داكشي هذيك هي اللقطه اللي خلاتني باش نرفز، لكن هذه ماشي من العاده ديالي، اول مره غادي ناخذ بطاقه حمراء في الكاريير ديالي ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله ما نعاودش نطيح في هذا الموقف. واخا هو ظلمني ماشي لا ربيط اللاعب، وانا كنقول ليه اسمح لي من هذا المنبر، والحمد لله يعني راه كره القدم ما كتعرفش المستحيل، بحكم ان درنا كل ما في جهدنا باش وصلنا لهذا الهدف. يعني دابا لوبجيكتيف بدا كيكبر في عينينا، بحكم بان بقات 6 نقاط بيننا وبين فريق الوداد البيضاوي، يعني هاد المباراه ديال الفتح الرباطي هي اللي غادي تعطينا واحد، هي اللي غادي تبين لنا البطوله بان راه 100% باقيين لاعبين عليها ان شاء الله، الا كان شي انتصار ان شاء الله.